ساحة الأمير عبد القادر بقلب مدينة معسكر أو سولا بلاس كما يحلو للغالبية تسميتها، أخذت من مؤسسي الدولة الجزائرية الحديثة اسما لها، فتحولت منذ بدء الحراك الشعبي إلى فضاء للتعبير الحر، منها تنطلق مسيرات الجمعة وإليها تنتهي. ساحة الأمير عبد القادر اللي في مدة شهرين في مدة قصيرة أصبحت معترك للحراك الشعبي الجزائري والمطلب الحقيقي لي الأمة الجزائرية. من هذا الباب نطالب الشعب الجزائري بأن يقف وقفة رجل واحد، الوقفة السلمية. هذه الساحة معروفة منذ القدم، ليس من الآن فقط، فهي رمز للحرية، رمز لهذه السلمية، لهذه المسيرة السلمية الحضارية الرقية. ومن ساحة الأمير عبد القادر تنطلق هذه هي المسيرة، وهذا هو الشعب الجزائري، وهذه هي شبيبة ولاية معسكر. جميع المسيرات الفئوية والشعبية تلتقي هنا في هذه الساحة للقول بأن لا لبقاء حكم العصابة. اللي معانا في أحزاب نقولوا له غير مرغوب فيك، برا برا ثم برا. نداء تاعي للسلطات، السلطات باه تنحل من هذا النظام. وتبقى هذه الساحة معلما شاهدا على انطلاق مسيرة التحرر من النظام الفاسد، كما شهدت من قبل على معارك التحرر من الاستعمار الغاشم.